هالحين وراك مدرس بنتك في مدارس خاصة عشان يهتمون فيها ويعلمونها الإنجليش. طيب المدارس الحكومية يدرسون إنجليزي ويهتمون، حتى اسألي رجلك ما شاء الله حتى شف ابنك كيف يتكلم بلبل إنجليش. طيب أهلك درسوك في مدارس حكومية ولا خاصة؟ لا مدارس خاصة. اي لا واضح من يوم ما شفت حولك أحد. أقول المدارس الحكومية يدرسون تدبير منزلي. حتى حنا علمونا تدبير منزلي. اي بس يمكن مناهج واحدة، لكن أنتم درسوكم شغالات والحكومة يدرسونهم بنات الوطن. حنا كمان اللي درسونا سعوديات ومواطنات. يمكن المدارس ما هي بواحد، لكن المدارس الحكومية عندهم إخلاص أكثر من المدارس الخاصة. إيه فذا صدقت. إيه يا آدم كل شوية أجي أطلع عليك ألاقيك قاعد عند البص ساعتين يا مفتري، ساعتين عند البص فيه، كنت بتقولوا إيه؟ والله ولا شيء يعني إيه؟ يلا أنا الصبح حبيبك جابني النيل جنب بعض نشيل بعض، إحنا هنا في غربة. قول لي يا كلب. والله يا صبحي زاد الشغل بس، والله ما أكثر ولا أقل. يا كلب يا خلبوس. زاد الشغل بس والله يا صبحي. زاد الشغل يا كلب. طب إيه رأيك؟ أنا نازل أجيب شوية أكل، عايز تتغدى معايا ولا حاجة؟ أي والله يا أخي تكون ما قصرت والله، جيب وأنا بحاسبك. عينيا شايت فيران ميتة كده متسممة، ورك من حمار جحش طالع كده، أمرني. أنا بتاكله أنت يا صبحي أنا باكله معك، يلا نفس اللي بتاكله جيبه لي. أنا عاوز حاجة يا صبحي؟ الله يكرمك. تسلم يا صبحي، تأمرني أمر. الله يخليك يا صبحي. نص ساعة وأجي لك هوا. حاضرين يا صبحي، تسلم. زيادة شغل. تسلم. يا كلب. شوف يمه مقطعها بيدي، والله العظيم لو خلاط ما طلعها لك كذا. ها شنو؟ برتقالة. هذه برتقالة، تفاحة لا أدري. برتقالة فيتامين سي يمه، فايدة شان بشرتك وعيونك ونظرتك وكل شيء. ايش هالذكاء، ما أدري فيتامين سي، ده قول عليه من طالع ذكي على خالك عماد. والله لو مي ما كان اعطيتها برتقاله كامله التميتها. يا يمه كل البرتقال لك بقشره، والله ما حد ياكل معك. ولي تقدم ليها بدون نفس. يمه ما لها دخل بدون نفس. والله لو تدرين طول الليل امس قاعد الف محل الخضره محل اكل عندهم 3.5 كيلو ولا ربع كيلو عشان اطلع واحده زين لك يمه. ها يعني من يوم الخطبت هالمقروده هاي واني ولا عبالك موجوده، لا تهتم بي لا تسال عني ولا تقول امي حبيبتي، قبول تهتم بي تدلعني هسه ابد، هي تطلع من بيتنا وانت انقلب بوجهك مزخم وملطم ولا عبالك تقول عندنا ليتن. والله يا عم ما غير اجيب لها عصير ذا بنص ريال شراب البرتقال، والله ما تذوق الاصلي ذا لو انها تناقزه، هذا معصور يما. ايش اقول لك بس؟ هي مين في بعدين ترى انا وياك الحالنا يعني نطقطق الحالنا يما. كذاب واحد كذاب، بس تطلع من يمني بالكذب ما تحكي وياي كلمه واحده على الاقل، كلمني فهمني. ها؟ برتقال بعد مني برتقال. اي تجيب فاكهه اصلا من البيت مره ثانيه ما هو برتقال. جيبه لا تجيبه، جيبه. هذا بفلوس هذا بتعب، نعمة الله جيبه. تو مو معجب. جيبه لك، نعمة الله تعبان بي انت. ها؟ القشر يمه القشر لا تاكلينه. بالعافية على قلبك ان شاء الله، بالعافية. هذه يمها. انا اكلتها كلها بنت الحلال، اكل الكيلو باربعة يمه، ما خسرانين في شيء. سم.